مواجهة على صفيح ساخن تترقبها جماهير الكرة العربية، تجمع فريقي الزمالك والنصر السعودي بمنافسات الجولة الختامية من الدور الأول لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتي تحتضنها المملكة العربية السعودية. ويحتاج الزمالك لتحقيق الانتصار من أجل التأهل برفقة الثمانية العرب الكبار وحجز مقعدا في ربع النهائي. الكولومبي خوان كارلوس أوستوريو المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك يتطلع لتدوين فوز جديد خلال قيادته للفارس الأبيض. الكولومبي قاد الزمالك في 16 مباراة قبل مواجهة النصر، تمكن من تحقيق 10 انتصارات مقابل 3 تعادلات و3 هزائم. ونجح أوستوريو خلال قيادته للفريق من تحقيق انتصارات مدوية وعريضة، منها على حساب المقاولون العرب بسداسية. كما شهدت النسخة الجارية من البطولة العربية على فوز عريض للزمالك استهل به المشوار برباعية في مرمى الاتحاد المنستيري التونسي. الكولومبي على موعد مع تأهل لربع نهائي البطولة العربية للأندية حال تخطي عقبة النصر والدخول بقوة للمنافسة على اللقب العربي في الأدوار التالية من عمر المسابقة.